لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لأن لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، هذه الوقفة الأولى من الجزء الثاني عشر، والآيات هي قول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، إلى آخر الآيات. يخبر الله جل وعلا فيها بقوله ولقد جاءت رسلنا، أضاف الله الرسل إليه، والإضافة هنا تقتضي التشريف، والرسل هنا أجمع الناس على أنهم الملائكة، لكن اختلف في من هم من الملائكة، والأرجح أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، لكن لا أعلم في هذا نصا صريحا يمكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءوه بأي شيء؟ جاءوه بالبشارة، والبشارة أصلا لا تكون إلا في شيء يرتقب، وقد كاد يدب اليأس، لم يدب، كاد يدب اليأس إلى صاحبه. وإبراهيم عليه السلام تزوج سارة أولا، ثم تزوج هاجر، وكان له منها إسماعيل، فجعل هاجر وابنها في مكة، وبقي هو في الشام، وقد شاخ عليه الصلاة والسلام وكبرت امرأته، فكتب الله له أن يرزق. فإجلالا له عليه السلام، قبل أن تحمل زوجه جاءته الملائكة بالبشارة من الله. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا استطاع أن يحمل بشارة إلى أحد فليفعل، لأن هذا مما يتنافس فيه العقلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا نزل من السماء إلى الأرض، لم ينزل إلى الأرض من قبل، استأذن الله أن يبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهذا الملك فقه معنى البشارة، وعلم في الملكوت الأعلى أن الله جعل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، فنزل بهذه البشارة. فهؤلاء الملائكة الأصل أنهم ذاهبون إلى قوم لوط، في طريقهم مروا يحملون البشارة على إبراهيم. رب العالمين هنا يخبر عن هذا، قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما على تحية أهل الفضل في كل عصر ومصر، وهي التحية التي علمتها الملائكة أبانا آدم. قال سلام، ثم أدخلهم، وكان من أكرم خلق الله. فما لبث، أي لم تطل المدة، أن جاء بعجل حنيذ. فلفظ عجل أفادنا أي نوع من بهيمة الأنعام ذبح إبراهيم لضيفه، ولفظ حنيذ أفادنا أي طريقة طهى بها إبراهيم العجل لضيفه. في قوله جل وعلا في سورة أخرى: بعجل سمين، أفاد وصفا لذلك العجل. فقال الله جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وهو لا يعلم أنهم ملائكة. فلما وضعوا بين أيديهم، مر معنا أن المؤاكلة حرمة يعظمها العقلاء. قال أبو الطيب: إن المعارف في أهل النهى ذمم، فالجوار ولو لحظة ذمة لا ينقضها العقلاء، والمؤاكلة من أعظم ما يمكن أن يقرب بين الناس. فهذا الخليل عليه السلام هو لا يعلم أنهم ملائكة، رأى أيدي تلك الملائكة لا تصل إلى الطعام، فأصابه الخوف أن هؤلاء ما جاءوا لخير، إنما أرادوا سوءا، بدليل أنهم رفضوا أن يأكلوا طعامه. قال الله جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى الطعام، أوجس منهم خيفة.
قبل أن نتجاوزها، الغيب لا يعلمه إلا الله، فهذا خليل الله، وليس هناك يومها على الأرض أحد أفضل منه ولا أتقى لله منه، ولا يرفع لأحد عمل صالح في زمانه أعظم منه عليه السلام، ومع ذلك لم يكن يدري أنهم ملائكة. فالغيب لا يعرفه إلا الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، هنا طمأنوه قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط فأخبروه أن الله بعثهم إلى قوم لوط. وقوم لوط عرفوا بالفساد، وشاع هذا بين الناس، وإبراهيم يعلم أن لوطا هو ابن أخيه، وربما كان يترقب أخباره وصل إليه شيء منها، فشيوع الفساد من قوم لوط كان ذائعا. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال الله وامرأته، امرأة إبراهيم، من هي؟ سارة زوجه الأولى، قائمة تعين زوجها على خدمة ضيفه، وامرأته قائمة فضحكت. قال الشافعي رحمه الله وبعض العلماء إن ضحكت هنا بمعنى حاضت. الموقف الأول لا ينكر أن الشافعي كان إماما في اللغة، نعم، ولا يجادل في هذا من له اطلاع على أحوال العلماء، فقد مكث في هذيل 10 سنوات يأخذ عنهم اللغة، لكن القول بأنه هنا بمعنى حاضت لا يستقيم، بعيد جدا، لأن هذا لا يصل إلى مفهوم الملائكة وهو شيء خفي. المقصود فضحكت، يبقى الأمر على أصله، أن الضحك هو انفلاج الفم عن الأسنان، الضحك المعروف، لكن السؤال لماذا ضحكت؟ الأرجح أنها ضحكت سرورا بأنها علمت أن أولئك أهل الفساد سيعذبون، فكان هذا نوع من العمل الصالح، تعاطفها مع أهل الإيمان وبغضها لأهل الكفر والخسران. فهذا به كسبب، وقد سبق في علم الله، قال الله فضحكت فبشرناها، بشرتها الملائكة بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هل بشرت بإسحاق ويعقوب في موقف واحد، أو بشرت بإسحاق ثم بشرت بيعقوب في موقف آخر؟ والله ذكرهما إجمالا، الآية تحتمل الاثنين. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هي مهما بلغت بشر، قالت يا ويلتا، تعجبا ليس ردا، أألد؟ استفهام، وأنا عجوز وهذا بعلي، تشير إليه إبراهيم، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. أما كونه عجيب فنعم. فأجابتها الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فقد كان لآل إبراهيم، لبيت إبراهيم، مقام جليل جدا عند الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه أي الله حميد مجيد. هذان الاسمان الله جل وعلا يشكر من شكره، وهو مجيد يضفي بالرفعة لمن اتقاه، ولهذا قال الله هنا إنه حميد مجيد. ما كان في قلب إبراهيم من روع وخوف لما قبضت أيديهم عن الطعام، لأن الملائكة لا يأكلون، قال الله جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع زال ما كان يخشاه من أنهم أعداء له، أخذ يجادلهم في لوط خوفا على ابن أخيه. قال الله جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وحتى لا يقع في قلب أي أحد شيء من سوء الظن بإبراهيم أثنى الله عليه، قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كثير الأوبة إلى ربه، كثير الصبر على من يخطئ عليه، بأعظم آية، قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم لما فرغت الملائكة من البشارة لإبراهيم عليه السلام وأخبروه بما وقع، بما كان ومرادهم، ذهبوا عليهم السلام إلى قوم لوط، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوطا
سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء الثاني عشر. بينا في اللقاء الأول أن الملائكة جاءت إبراهيم بالبشرى، والله قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال الله سيء بهم وضاق بهم ضرعا، لا على أنهم ضيوف لكن على حالهم وما سيترتب من دخولهم بيته. فقال الله وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب، وليس في هذا اعتراض على القدر لكنه وصف لليوم، وصف لليوم لا سب للدهر حتى يفهم المعنى. وجاءه قومه يهرعون إليه. المشهور أن زوجته هي التي أنبأت قومه بأضيافه، وامرأة نوح كانت تقول للناس إنه مجنون، وامرأة لوط كانت تخبر الناس بمن يأتي لوطا من الأضياف، فكلا المرأتين خانت زوجها وكل منهما لم يقع منها إيمان البتة. وهذا يدلك على أن الهداية بيد من؟ بيد الله. فامرأة نوح تبيت وتطعم على فراش عبد قال الله فيه إنه كان عبدا شكورا، وامرأة لوط تبيت وتطعم مع لوط عليه السلام، الله يقول فآمن له لوط يعني لإبراهيم، ومع ذلك لم تنتفع أي امرأة منهما بصحبة ذلك النبي. وآسيا بنت مزاحم تبيت وتطعم مع أكفر الكفرة مع فرعون، ويلقي الله في قلبها، في قلبها الإيمان. والهداية نور من الله جل جلاله. قال الله وسيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هنا المقصود بها السيئات عموما والفاحشة المعروفة على وجه الخصوص. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. مر معنا أن لوط عليه السلام كان مهاجرا من الشام إلى أرض سدوم، ليس منهم، فليس له عصبة تحميه كما كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وعرض عليهم بناته بقوله قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وقال فاتقوا الله ولا تخزون، وقال أليس منكم رجل رشيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في معنى قول الله جل وعلا على لسان هذا النبي الكريم العفيف الغيور هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، على أقوال عدة. فبعضهم قال إنه قصد بنات القرية جميعا وقصد الزواج المعروف، لكن الآية لا تحتمل هذا، لأنه يشير هؤلاء اسم إشارة على شيء حاضر، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وأظهر الأقوال والعلم عند الله، سأتي بمثل إن فقهت المثل تفقه الآية، تفقه مرادي من الآية، أنه قد يكون مرادي غير صحيح. لو أن رجلا جاء لشاب فقتله ثم فر، فجاء أولياء المقتول يتبعون القاتل، فالقاتل دخل بيت رجل من وجهاء القرية وله علاقة وطيدة بالمقتولين بأولياء الدم، فلما تبعوه دخل الدار، فلما دخل الدار طلب الجوار والذمار والحمية من صاحب البيت، وهو لا يدري من خصومه ولا يدري لماذا جاء ولا يدري عن من يفر ولا يدري ماذا صنع، طلبه الأمان، طلبه الجيرة، طلبه الذمار، أعطاه. فلما أعطاه أصبح هذا القاتل في جواره، بعد برهة دخل أولياء الدم بسلاحهم يريدون الذي قتل ابنه، فأصبح صاحب البيت صاحب الدار في حرج، لأن هؤلاء يطلبون بالدم وهذا قد أعطي الجوار، فأراد أن تبرأ ساحته وذمته وصنيعه أمام من؟ أمام من استجار به. فقال للقادمين لأولياء الدم قال
اقتلوا أبنائي بدلا منه، اقتلوا أبنائي بدلا منه. هو يعلم يقينا أن أحدا منهم محال أن يقتل أبنائه. لما؟ لأنهم لو قتلوا أبنائه جميعا لن يستفيدوا، لن يستفيدوا شيئا، ما ذهب الجرح الذي في قلوبهم. عندما قتلوا ابن جار لهم، ابن صديق لهم، لو قتلوا 100 ما خرج الشيء الذي في قلبهم، هم قلبهم على هذا القاتل. لكن هذا القول منه يجعل ساحته تبرأ مع من؟ تبرأ مع من استجار به. يعني أنا ماذا أفعل لك أكثر من هذا؟ ماذا يمكن أن أصنع لك أكثر من هذا؟ ماذا يمكن أن أقدم لك أكثر من أنني عرضت أبنائي وهم رفضوا؟ لكن ما الذي جعله يعرض أبنائه؟ يقينه أن هؤلاء أولياء الدم لن يقتلوا أبنائه. اليقين هنا هو القرينة الكبرى، هو على علم أنهم لو قتلوا أبنائه كلهم ما استفادوا شيء، إذن لن يقتلوهم، هو واثق من هذا، واثق منه علم يقيني، واضح هذا؟ لوط عليه السلام دخلت عليه الملائكة في صورة شباب حسان، هو لا يدري أنهم ملائكة، لكن دخلوا في جواره. دخل هؤلاء الفجار إلى بيته، هو يعلم أن هؤلاء الفجار يقينا ليس لهم إربة في النساء، لا يريدون النساء، بدليل أنهم تركوا أزواجهم خلفهم كلهم متزوجون، لا يريدون زوجات ولا يريدون المرأة عموما، لا بحل ولا بحرام، لا بحل ولا بحرام، هذه متيقن منها لأنه خالطهم سنين، يعرف ليس لهم طمع في النساء. قال الله عنهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون، الله يقول، ما خلق لكم من أزواجكم. فقال لهم، لأنه يريد أن تبرأ ساحته أمام الضيوف، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يظهر الآن وضحت القضية، هو قالها حتى يبرئ ساحته من من؟ يبرئ ساحته من الضيوف، لا أنه يريد الخنا لأهله، محال، هذا لا يفعله أي واحد، فكيف يرمى به أنبياء الله؟ لكن هو أراد أن تبرأ ساحته، لأنه على علم ويقين بأن أولئك القوم لن يلتفتوا. لذلك الدليل والقرين أنهم قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني لا نريد مطلب في بناتك، قد علمت طبعنا وعلمت حالنا وعلمت ما نريد، نحن لا نبتغي نساء. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، هم فهموها، وإنك لتعلم ما نريد، أنت خبرتنا وتعرف ما نريد. فخرج هنا لما اشتد الكرب، جاءت قدرة الرب. قال الله جل وعلا: قالوا يا لوط إنا رسل ربك. أماطت اللثام، الملائكة اللثام عن شخصيتها، لن يصلوا إليك. وخرج جبريل وضربهم على ضربة أولى على وجوههم فطمس أعينهم، فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويقولون: إذا أصبحنا سيكون لنا ولهم شأن. فقال إبراهيم، قال لوط، قالت الملائكة لوط: إن موعدهم الصبح. لما موعدهم الصبح؟ سيأتي. قال: إن موعدهم الصبح، هو يريد أن يخلص، فكأنه استبطأ الصبح. قالت له الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ هنا أمرته الملائكة أن يخرج بأهله، هذا سبب التأجيل للصباح. فلما خرج بأهله، حتى لا يقع في قلب الفتاتين شيء من أن أمهم ستهلك، قال الله لهم: ولا يلتفت منكم أحد. ولا يوجد عبادة اسمها عدم أحد الالتفات، ما في عبادة اسمها لا يلتفت منكم أحد، لكن حتى تقوم الحجة على الأم. خرجوا لوط وابنتاه وزوجه، لما خرجوا الأم، زوجة لوط ما زالت على دين قومها تتعاطف معهم، ما زالت تلتفت تريد أن تكون معهم. فدب البغض من الفتاتين والبراءة من من؟ من أمهم، فتأخرت وتقدموا. فقال الله جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها. هم نكسوا الفطرة، أباح الله لهم الإناث فلجأوا للذكران، فلما نكسوا الفطرة قلبهم الله جل وعلا بأن نكس الأرض التي هم عليها، ولا يقدر على هذا إلا الله.
إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال الله بعد: نسأل الله العافية لنا ولكم وما هي من الظالمين ببعيد. من أهلكهم قادر على أن يهلك أمثالهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن. مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثاني عشر. قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاء كل الأنبياء بهذا، لكن سنقف وقفات أخر مع هذا الخبر القرآني. الأولى: من الفقه في الدعوة أن الإنسان لا يقدم شيئا على الدعوة إلى التوحيد، ثم يأتي للناس في المنكر الذي شاع فيهم فيبدأ بما هو شائع فيهم. فذكر الله جل وعلا هنا أن شعيبا نهى قومه عن التطفيف والبخس في الكيل والميزان، لأن هذا أمر كان شائعا فيهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما معنى بقية الله؟ اختلف العلماء فيها، لكن عندما يبيع الإنسان ويشتري لا يبيع أحد إلا يريد ربحا. فلو اشترى عينا ما بألف ثم باعها بألف وثلاثمائة من غير أن يغش، فهذه الثلاثمائة مثلا هي ربح ساقه الله إليه لأنه لا غش في بيعه، هذا يسمى بقية الله خير لكم. لكنه لو لم يقتنع بهذا ولجأ إلى أن يغش من باعه فهو طلب شيئا لم يشرحه الله. هذا الذي أراد شعيب أن ينهى قومه عنه، لما قال لهم هذا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هم يرونه يصلي فأخذوا يسخرون من صلاته: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هو عالج قضيتين: قضية عقدية وقضية دنيوية. القضية العقدية إشراكهم مع الله، والقضية الدنيوية بخسهم للناس حقوقهم والتطفيف في الكيل والميزان. فهم ردوا عليه إنه لا يعقل أن أمرا نشأنا عليه اعتقادا وهو عبادة غير الله وسلوكا وهو التطفيف في الكيل والميزان أن نترك هذا وهذا من أجل ما تمليه علينا. ثم قالوا تهكما: إن على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هو لم يحدد ما الرزق الحسن، لكن أعظم رزق رزقه الله إياه هو النبوة، ويتبع ذلك أشياء كثر. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا المقطع من الآية من أعظم ما يوعظ به الأئمة والخطباء ومن تصدر لوعظ الناس: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ونظيره في القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ونظيره وهو الثالث: لا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يبين ضعفه. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله. هذه الكلمة عزيزة لم ترد في القرآن متعلقة بالله إلا في هذا الموضع، ولذلك قال العلماء إنها عزيزة، وقالوا: من أحب أحدا ودعا له بالتوفيق فقد أخلص له في الدعاء. قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله. فأنا أعمل، لكن أن أصيب ما أردت إصابته لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق من الله. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل عبادة قلبية كل يدعيها، لكن ليس كل أحد يقدر له أن يأخذ بأسبابها على أتم وجه وأكمل نحو. وإليه أنيب،
ويا قومي لا يجرمنكم، أي لا يدفعنكم، شقاقي أي عداوتكم لي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. فقهنا تاريخيا أن قوم هود وقوم نوح وقوم هود ولوط وصالح كلهم كانوا قبل من؟ قبل شعيب. ظاهر هذا لما قال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، فهمنا أن هذه الأمم قبل قوم شعيب، حتى الإنسان يستحضر القرآن ويعرف ترتيب الزمن لأنبياء الله. ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. من هنا معنى الكلام وما قوم لوط ببعيد منكم، هل هم بعيدون زمنا أم هم بعيدون مكانا، يعني غير بعيدين زمنا أو غير بعيدين مكانا أو غير بعيدين طبعا. فقوله القول بأنه طبعا بعيد، لأن معصية قوم شعيب غير معصية قوم لوط، هذه نحيناها. بقي مكانا شعيب كان في جزيرة العرب في أسفلها في جنوبها، وأما قوم لوط كانوا في شمالها، فهذا قد يبعد. ما بقي إلا ماذا؟ إلا الزمن، لكن تحتمل المكان تقريبا، إذا لأن مسألة المكان نسبية. وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار أعظم طرائق جلب رحمة الله بدليل القرآن. قال الله جل وعلا عن نبيه صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. في الخبر الصحيح من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الآن أنخ مطاياك في معنى الاسمين العظيمين رحيم ودود. الرحمة واضحة المعنى، لكن سنأتي بمثال نقرب فيه المعنى. لو أن إنسانا رأى دابة من الدواب، نفرض كلبا، والكلب يلهث من العطش فسقاه، هل هذه رحمة أو غير رحمة؟ رحمة باتفاق العقلاء. لكن هل سقيك للكلب ورحمتك به يدل على أنك توده وتحبه؟ محال. فلا يلزم من الرحمة الود والمحبة، لا يلزم من الرحمة الود والمحبة. شخص كافر رأيته في موقف إنساني ينزف دما فحملته إلى المستشفى فأنت رحمته، لكن لا يلزم من ذلك أنك توده. هنا شعيب لما عرف بربه جل وعلا قال إن ربي رحيم ودود، يرحم أولياءه، لابد من هذا القيد، وعباده الصالحين وهو يودهم، يعني يحبهم ويحبونه، لا يرحمهم لمجرد الرحمة، إنما يرحمهم وهو واد لهم جل وعلا. هذا معنى قول الله إن ربي رحيم ودود. أصابهم الكبر على فصحته، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم يفقهون لأنهم عرب خلص أقحاح، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهذا يدل على دناءة أخلاقهم، جعلوا رهطه أعز عليهم من الله، ولهذا عيرهم بها وقدحهم بها. قال كما قال الله جل وعلا قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله. تفقه منها من ذكرك بالله اقبل تذكيره، من خوفك بالله اقبل تخويفه، ومن جاءك عن طريق ربك ترغيبا أو تذكيرا أو ترهيبا فاقبل. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى أحد غلمانه يصلي يعتقه، فلما كثر العتق فيه من في غلمانه
أصبح الغلمان كلما رأوا ابن عمر جالسا جاءوا يصلون، فإذا رأى أحدا يصلي أعتقه. فجاء أحد ينصحه قال: يا ابن عمر إنهم يخدعونك. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له، قبلنا خدعته، لأنه جاءوا عن طريق الله. لا يعني هذا أن يكون الإنسان غافلا يسخر منه أو ما أشبه ذلك، لا، لكن في الأشياء التي يملكها المرء. والمراد كلا من الآية تعظيم الله في القلب. قال: يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ثم بين لهم أن القضية قضية ارتقاب حتى يقع الأمر، فوقع الأمر من رب العالمين وفصل بين عباده وأهلكهم، كما قال الله جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. قال الله: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اتفقوا وتشابهوا في سوء المعتقد، فحق عليهم أن يتشابهوا في البعد عن الله تبارك وتعالى. هذه الوقفة الأخيرة الثالثة مع الجزء الثاني عشر من كلام الله، وقد حصرنا هذه الوقفات كلها في سورة هود، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.